تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام، دائماً ما يقدم العديد من الأدوات الجديدة أو حتى بعض التعديلات حتى يحصل المستخدم على أفضل الخصائص والميزات. فمنصة إنستغرام أعلنت عن تعديلات جديدة لجعل التطبيق أكثر أماناً بالنسبة لمستخدمين تحت عمر 16 عاماً و 18 عاماً في بعض البلدان الأخرى. فالتطبيق بداية من هذا الأسبوع سيفرض على المراهقين والشباب إنشاء حسابات شخصية خاصة وليست حسابات عامة، مما يعني أن منشوراتهم ستكون مرئية فقط للأشخاص الذين يسمحون لهم بمتابعتها. إنستغرام أكد أنه لن يفرض وضع الحساب الخاص على المراهقين والشباب بنسبة 100%، وإنما سيترك لهم اختيار التحويل إلى حساب عام. وفي حال تبديل الحساب سيبدأ الموقع في إرسال إشعارات وتنبيهات لهم لتشجيعهم على البقاء كحساب خاص. ليس هذا فقط، فالمستخدمون تحت 16 عاماً يستطيعون أيضاً إبلاغ إنستغرام بالمضايقات التي قد يتلقونها، حيث سيقوم إنستغرام على الفور بوقف أو حظر هؤلاء المستخدمين. التطبيق أكد أيضاً أنه لن يتم عرض حسابات المراهقين تحت سن 16 عاماً في صفحات الاستكشاف أو الحسابات المقترحة للمستخدمين، وسيحدد لهم الحسابات المشبوهة لتحذيرهم. فلنشاهد هذا الفيديو. هذه التغييرات جاءت في الوقت الذي يتعرض فيه التطبيق لضغوط من المشرعين وأولياء الأمور والمدافعين عن سلامة الأطفال القلقين بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة الأطفال وخصوصيتهم وصحتهم العقلية. دعونا نتابع مشاهدينا بعض التعليقات حول هذا الموضوع، والبداية مع جيم حيث غرد وقال: هذه بداية جيدة لإنستغرام، فمن المهم حماية المراهقين والشباب. أما جليتزي فغردت وقالت: أشعر بالحزن تجاه المراهقين هذه الأيام، وخاصة بعد هذا القرار. ما رأيكم مشاهدينا بالتعديلات الجديدة؟ وهل فعلا ستكون أكثر أماناً للمستخدمين تحت 16 عاماً؟